قال لي الموضوع في عنا سلاح نحن موجود بتركيا، هاي السلاح بديك تحمله من تركيا بتدخله على دير الزور من دون ما حدا يعلم شو نوع هالسلاح. قلت له طيب شو نوع هالسلاح؟ انا يعني ما في بيني وبينه اخذه عطاء وصديقي يعني. قبل مثل ما بيقولوا قال لي هاي السلاح كيماوي، راح يعطوك صناديق محمله مجهزه مستفه بشكل مرتب وصواريخ مع هاي الصناديق الموجوده. يبدو واضحا أن المسرحية العثمانية بفبركة اتهامات للحكومة السورية باستخدام السلاح الكيميائي لم تنجح، بل أن فصول انغماس أردوغان وحكومته فيها طفت على السطح وأخذت حقائقها تتكشف يوميا، ليكون جديدها ضلوع حكومة العثماني هذا في إدخال أسلحة كيميائية إلى سوريا واستخدامها من العصابات الإرهابية المسلحة. إذ يوضح موقع سوء الخبر التركي أن هيثم قصاب الذي يعد من أخطر الأسماء في عملية ضبط غاز السارين ضد أعضاء جبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة في أضنة، اعترف أنه ينتمي للواء الإسلام، مشيرا إلى أن عصابته الإرهابية تملك كتيبة مختصة في الاعتداء بالسلاح الكيميائي. وكشف موقع سول أن عريضة الاتهام التي أعدتها النيابة العامة في مدينة أضنة تؤكد إقامة قصاب شبكة واسعة لتأمين مواد كيميائية لتأمين وتهريب سلاح كيميائي من تركيا بطرق غير شرعية إلى العصابات المسلحة في سوريا وضلوع أسماء من مؤسسات الأمن التركية في هذه الشبكة. كما لفت الموقع إلى أن رائف أي وهو صاحب أكبر شركة للشحن في مدينة اسكندرون تسمى جيمي آي في المدينة ذاتها كان على علاقة بقصاب ويؤمن له مواد كيميائية، وكان قصاب قد سلم رائف قائمة تتضمن أسماء 6 مواد كيميائية طلب منه تأمينها، حيث سلم رائف القائمة لابن عمه بوراك الذي يعمل أستاذا مساعدا في قسم الكيمياء في جامعة شوكوروفا بأضنة وطلب منه تأمين المواد. وبين بوراك أن المواد المطلوبة لا تباع سوى 4 منها في الأسواق، في حين أن المادتين الأخريين لا تباع سوى لشخصيات قانونية بإذن من معهد الكيمياء والهندسة الميكانيكية، إحداهما مادة الفوسفور الأبيض الذي يعد استخدامه جريمة حرب. وبحسب الموقع أكد بوراك أن تعاون رائف مع قصاب لا يقتصر على تأمين مواد كيميائية، بل ساعده في تأمين مادة الكروم التي تستخدم في صنع قذائف الهاون من مدينة أضنة. السيناريو الأردوغاني وتوزيع الأدوار بين المسؤولين والأتباع يؤكد يوميا استمرار العثماني وحكومته في دعم العصابات الإرهابية المسلحة بكل ما تحتاج كفتح حدودها للإرهابيين القادمين من أصقاع الأرض لممارسة إجرامهم في سوريا تحت مسمى